عسلامة. أنا أميرة شبلي ممثلة، حبيت نقول لكم حاجة. امشيوا تفرجوا في المسرح، امشيوا تفرجوا في المسرح، خاطر المسرح هو الدنيا، هي الحياة. خاطر المسرح ينجم يثقفك، ينجم يضحكك، يبكيك، يحلك عينيك على الدنيا. وعلى خاطر فما ناس كي مشيوا تفرجوا في المسرحية لأول مرة، كانت لحظة فارقة في حياتهم، وكان فما قبل وبعد اللحظة هذيك. أنا نشجعكم باش تمشيو، خاطر زادة سي ان مومون دو بارتاج مانيفيك، خاطر تنجم تشوف نصوص أنت تعرفهم أما باش تشوفهم مرة هذي بخيال وإنرجي وطاقة وإيموسيون نتاع ممثلين. أنا نشجعكم باش تمشيو، خاطر نعرف اللي زادة المسرح معطى هام برشا، ينجم يبدل برشا حاجات في تونس اليوم. دونك امشيو وتفرجوا في المسرح.